طيب خلوني انتقل مع حضراتكم لجانب اقتصادي في إطار محلي برضو أيضا. في إشادات كبيرة حصل عليها الاقتصاد المصري كان خلال السنوات الماضية، الإشادات لازالت تتوالى بشكل كبير خاصة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح كبير. برنامج الإصلاح الاقتصادي دايما بنقول إن هو كان كلمة السر في تصحيح مسار مصر اقتصاديا، تحقيق معدلات نمو، ده طبعا بجانب إن نتائج هذا البرنامج كانت سبب في تخفيف آثار فيروس كورونا زي ما حضراتكم تابعتوا، ضربت اقتصادات يعني كبرى بلدان العالم. خلال الأيام الماضية المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أعلن اكتمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بتمويل مدته 12 شهر، ما يسمح لمصر بسحب 1,200,000 وحدة حقوق سحب خاصة، أي بما يعادل نحو 1,700,000,000 دولار. بكده بيصل ما حصلت عليه مصر نحو 5,400,000,000 دولار. الصندوق كمان أشاد بقوة أداء السلطات المصرية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة كورونا، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والإنفاق الصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية. للمزيد من المتابعة والتحليل في سياق هذا الموضوع بينضم لنا عبر الهاتف الخبير المصرفي الأستاذ محمد بدرة. أستاذ محمد، في البداية برحب بحضرتك، لو يعني تكلمنا بمزيد من التفاصيل على هذا القرض، ما يمثله هذا القرض من أهمية، دلالاته الاقتصادية يعني اللي بيعكسها لما نبص لتصريحات صندوق النقد الدولي وكمان الإشادات اللي خرجت من صندوق النقد الدولي. بالمناسبة أكيد حضرتك تعي وتعلم جيدا أن هذه لم تكن المرة الأولى التي أشاد بها صندوق النقد الدولي بصلابة ومتانة الاقتصاد المصري. مساء الخير لحضرتك وللسادة المستمعين والمشاهدين. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك يا فندم. ده قرض الحقيقة منح لمدة 12 شهر بقيمة 5.4، بيصرف على شرائح وبعد مراجعتين من صندوق النقد الدولي، وإحنا تممنا المراجعة الثانية والأخيرة اللي بناء عليها صرفوا 1.7 مليار ليكتمل هذا القرض اللي هو 5.4. هذا القرض الهدف منه إلى درجة كبيرة هو طبعا مساعدة الدول التي تعاني من تبعات الكورونا في الحفاظ على معدلات النمو والاستقرار المالي والاستقرار الاقتصادي. طيب أستاذ محمد، وإحنا دايما بنتكلم عن كورونا، جميع المحللين الاقتصاديين لما بيجوا يتكلموا بيتكلموا ان الاقتصاد المصري ظل صامدا امام هذه الجائحه. يمكن حضرتك كمان تابعت كبرى دول العالم اقتصاداتها تضررت ازاء تداعيات فيروس كورونا. كلمه السر دايما بتكون برنامج الاصلاح الاقتصادي. من وجهه نظر حضرتك، برنامج الاصلاح الاقتصادي، نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي، لماذا هي كانت كلمه السر في صمود الاقتصاد المصري؟ الإصلاح الاقتصادي الحقيقة كون قاعدة قوية قبل الكورونا، يعني إحنا بفضل الحكمة في القرار الخاص بالإصلاح الاقتصادي واللي حصل بالنسبة لتعويم العملة المصرية أدت إلى تكون قاعدة قوية اقتصادية، وصلنا بها إلى معدل نمو قبل الكورونا وصل إلى معدل 5.6، وكنا متوقعين إنها نوصل إلى أكثر من 6. ده الزخم الاقتصادي ده اللي ساعدنا أما جت الوباء الخاص بالكورونا، وده برضو اللي ساعدنا في إن نسبة النمو حتى في أثناء أزمة الكورونا ما انخفضتش إلى الصفر أو إلى السالب زي دول المحيطة بينا. بالحمد لله وصلنا إلى 2.8، وده طبقا لشهادة صندوق النقد الدولي. والحقيقة أن الإشادة بالسياسة المتبعة في معالجة أزمة الكورونا من صندوق النقد الدولي دي شهادة يعني إضافية من صندوق النقد الدولي، يعني هو مش بيشهد فقط بصحة البرنامج الاقتصادي
هو كمان في شهادة بإجراءات الشفافية، شهادة بإجراءات الإفصاح اللي بتتبناها الحكومة المصرية، ويمكن لما تخرج إشادات زي دي دكتور محمد من صندوق النقد الدولي تحديدا أكيد بيكون ليها انعكاس ومردود على المستثمرين في أي دولة من دول العالم. ده بالضبط اللي شاهد بيه صندوق النقد الدولي. بالإضافة إن التوقيت نفسه، توقيت هذه الشهادة في ظل أزمة الكورونا اللي بيدي شهادة صلاحية للاقتصاد المصري حتى في ظل الأزمة الاقتصادية، كما إنه هو بيعزز الرؤية الخاصة بالحكومة المصرية بإن نسبة النمو المتوقعة العام القادم ستصل إلى 5.2 مع السياسة الخاصة بالحكومة بالإصلاح الهيكلي. وإحنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الإصلاح الهيكلي اللي اتخذته الحكومة خصوصا في قطاعات الصناعة وسلاسل الإمداد والخدمات الاجتماعية. طبعا دي شهادة في وقت عصيب، أغلب الدول اللي جنبنا متأثرة، حتى الدول الأكثر تقدما تأثرت تأثرا سلبيا بدرجة كبيرة جدا من أزمة الكورونا، ومع ذلك إحنا بنجد شهادة إيجابية على الاقتصاد المصري في ظل هذه الظروف. طيب عايز أتكلم حضرتك برضو يا دكتور محمد على مجالات الإنفاق. إحنا شفنا مجالات إنفاق في اتجاهات مختلفة، برامج حماية اجتماعية، مجالات إنفاق في مشروعات قومية برضو يعني كان ليها تأثير بشكل كبير على الاقتصاد المصري. من وجهة نظر حضرتك ليه تعزيز الإنفاق في هذين المجالين كان ليه تأثير على الاقتصاد المصري؟ هو طبعا زي ما احنا شفنا في خلال فترة الكورونا استثمرت أوقاتنا واستثمرت مجهود كبير في تعزيز البنية الأساسية، وتعزيز البنية الأساسية ده اللي هيبقى قاعدة الانطلاق للنمو اللي متوقع انه يحصل في السنوات القادمة بعد انتهاء أزمة الكورونا. زي ما احنا شايفين الطرق، زي ما شايفين السكة، الحديد، المسارات المختلفة للكباري، يعني كل دي عبارة عن استثمارات طويلة الأجل سيتم البناء عليها في المراحل القادمة. صحيح. بالإضافة طبعا للصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية اللي احنا نتقدم كبير فيه. نعم دكتور محمد بدر الخبير المصرفي، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر.